شلون قدرت المرجعية العليا أن تساهم بطرد المحتل من العراق؟ اسمعوا هاي القصة. الميرزا محمد تقي الشيرازي المرجع الأعلى في زمانه وصاحب ثورة العشرين، الثورة اللي قادها زعماء عشائر العراق وعلى رأسهم شعلان بوتشون. بتاريخ العراق مرتين صدرت فتوى للجهاد، واحدة بسنة 2014 لما أعلن السيد السيستاني الجهاد الكفائي ضد داعش، والمرة الأخرى لما أعلن الميرزا محمد تقي الشيرازي الجهاد ضد البريطانيين، وهذا هو نص الفتوى. وزعت هذه الفتوى على محافظات وقرى العراق وحفزت الناس على الوقوف ضد الاستعمار، وانتهت الثورة بانتصار الشعب العراقي على أكبر مستعمرة على وجه الأرض وهي بريطانيا العظمى، وصار العراق تحت حكم عراقي. ويقول عالم الاجتماع علي الوردي إن ثورة العشرين هي أول حدث في تاريخ العراق يشترك فيه العراقيون بمختلف طبقاتهم وفئاتهم، فقد شهدت فيها العمامة إلى جانب الطربوش، والكشيدة إلى جانب اللفة القلعية، والعقال إلى جانب الإكلاو، وكلهم يهتفون يحيى الوطن. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الامتثال لأوامر المرجعية يعتبر تجسيد للامتثال لأوامر صاحب الزمان اللي هو ولي أمورنا. للتذكير ماكو فتوى من المرجعية انتهت بهزيمة، بل كل الفتاوى كانت نهايتها انتصارات.